السلام عليكم، معاكم ميس أمنية ومعانا ياسين، وده يونت 2 كونكت جريد 2. كونكت جريد 2 سنه ثانيه. هي في يونت 2 في ليسون 4 يا سمسم بتتكلم عن الفونكس. هنتعرف على التي اتش. التي اتش بننطقها س. يلا حاول نقرا كده مع بعض. يلا ريد يا سمسم. س. راحت الاقلام دي. س. يلا three. ليه نطقنا اي؟ عشان في two vowels، يبقى الاول يقول اسمه three. 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 طيب يلا read number two. م. ال او يو صوتها ايه؟ sound تاعها او. م. او. س. mouse. mouse. ال او يو sound بتاعها ايه؟ او. L. Mouse. طب يلا read number 3. S. R. O. Throw. W هنا مش بننطقها، عشان O W لما تكون في الآخر في كلمة كبيرة بننطق ال O ما نقولش W. يبقى S. R. O. Throw. يرمي throw. يلا شوف اللي بعديها. P. A. التي اتش صوتها س. يبقى باس. باس. كيو. ار ار. ر. او. م. باربس. باس. روم. باس روم. باس روم. يبقى ب. اس. باس روم. اوكي. يلا شوف بعد كده الدبل اي. لما الدبل اي يكون موجودة نقول الاي ما نقولش التانية. يبقى س. ر. ت. إين. مستر. سير. ثيرتين. اوكي نمبر تو. جي. ر. إين. قولهم حرف حرف عشان يعرفهم. جي. ر. إين. جرين. اوكي تاني again this one. س. ر. إي. ثري. طب اش معنى دي ودي؟ عادي عشان هو بيعرف معرفك هنا على الإي إي. طب وهنا؟ ب اي بي بي. هاي تعال نحل معاهم. يلا ريد نمبر 1 يا سمسم وقولي هتختار لي ايه. نمبر 1 س ر اي 3. يس. نمبر 2 بي بي. يس. نمبر 3 ج ر اي جرين اللي هو لون الجرين. طيب نمبر 4 باث روم اللي هو ايه الباث روم؟ حمام. طيب يلا نشوف هنا ده ايه ده؟ What's this؟ س. س. مين بتنطق س؟ التي اتش. مين بتنطق س يا سمسم؟ تي اتش. يلا س ر اي 3. طب ايه ده؟ فم. يعني ايه؟ ماوس. م او س. مين بتنطق س؟ التي اتش. مين بتنطق س؟ التي اتش. يلا نمبر 3 ر إين. يبقى ناقص إيه؟ إين. طيب نمبر 4 س ر أو سرو. ناقص إيه؟ برضه إيه؟ أر. أر. ما هي س مكتوبة تي اتش مكتوبة ر أو يبقى ناقصة إيه؟ أر. كي يلا شوف الحمام اسمه إيه؟ باث روم. با يبقى إيه هنا؟ بي. بعد البي با إيه؟ إيه. طيب س س ناقص ايه عشان تقول س التي؟ مين صاحبتها؟ الاتش. يبقى سير تين. اوكي ناقص ايه البي؟ اي. بنحط اي. فيري جود. يلا لو انا هنا عندي يرمي، يعني ايه يرمي؟ ثرو. يرمي يعني ايه؟ ثرو. يلا سبيل ثرو معايا. س تي. مين بتنطق س؟ تي. مين؟ تي اتش. س او. لا بصي كويس انت. س ر ر ار ار ثرو او. بعد اخر حاجه الدبليو سايلنت. طيب شوف يلا سبيل معايا 3. مين بتنطق س؟ تي اي اتش. اتش بعد كده ار اي اي. اوكي بي. مين بتنطق بي؟ بي اي اي. بي اي اي. اوكي ايه ده؟ واتس ذس؟ جرين. يسبل جرين. جي ر
اي اي ن جرين. طيب فم ماوس م مي بتنطي ال او يو يبقى م ال س تي اتش كي. طيب يلا سبيل او 13 يلا نسهج مع بعض سه سه مين السه تي تي اتش اتش تي H H خلاص T H بعد كده E I I R R E E اسمع كويس سيرت T T E E E E M لا يبقى اسمها ايه سيرتي. طب يلا نبص هنا ايه الميسنج هنا ايه الميسنج س ر E يبقى بس ناقص ايه E E واحدة لا E E دبل E. طب يلا هنا باس ايه الناقص هنا S نو T H H باس T H. طيب نحلة B E E very good. طيب ماوس س مين ناقص مين اللي بتنطق س S T لا ركز مين اللي بتنطق س T H green G R R E E E E E double E okay. طيب throw T T O لا بشو مين اللي بتنطق س T H مين اللي بتنطق س طب ما هو T H R O W throw صح مظبوطة throw. يلا lesson 5 بتتكلم عن ايه بقى عن كلمات اللي بنقول على person وعلى bird. يلا ركز كده احنا عاوزين نحفظ بس ثلاث كلمات a baby a child an adult okay. بس تعالى نتعرف على اللايف ستيج كيف ننمو. a person مين هو البيرسون البيرسون هو الشخص الانسان اسمه بيرسون بيرسون بيرسون. طيب البيرسون starts يعني starts يعني يبدا يبقى a person الشخص starts يعني starts يبدا as a baby بيبدا ايه الاول الانسان baby يبقى البيرسون مين هو البيرسون مين هو البيرسون الشخص شخص starts يعني ايه starts يبدا كايه a baby baby غير طفل a baby يا تاني a person starts as a baby يعني البيرسون بيبدا بايه يعني ايه كلمه start يبدا كلمه ستارت يعني ايه يبدا بايه اول حاجه نمبر 1 عنده a baby. طيب تعال نشوف نمبر 2 a child the baby grows into a child البيبي grows يعني ايه grows ينمو كلمه grows يعني ايه امال كلمه start يبدا كلمه grow ينمو يكبر يعني the baby grows into a child a baby grows into mean child يلا read يلا the baby grows in بص يا حبيبي على الكلمة into يبقى into a child يبقى the baby grows in ايه into فين true into a child. طب امال يعني ايه start يعني يبدا امال يعني ايه grow يعني يكبر او ينمو يعني start يعني يبدا و grow يكبر وينمو البيبي بيتحول لايه child. طيب تعال نشوف النمبر 3 an adult طب يلا اقرا the child grows into the an adult
يبقى the child grows into an adult. ال child بينمو، يعني كلمة grows ينمو، بينمو يتحول إلى إيه؟ adult. adult يعني رجل بالغ، adult الكبير. تعال نشوف البيبي. سوري a bird. نتكلم عن مين دلوقتي؟ البيرد. يلا ريت كده، انت عارف خلاص الكلمات. يلا بيرد start يعني start، يعني يبدأ. يبدأ بإيه البيبي البيرد الأول؟ يعني as an egg. يبقى البيرد بيبدأ كإيه؟ egg. starts يعني يبدأ، بيبدأ أول حاجة بإيه؟ egg. يعني تعال نشوف اللي بعديها. يلا read. دي اسمها زا. زا 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 egg. get rose يعني ايه grows؟ يعني تكبر تنمو. into a boy baby bird baby bird. يبقى الايج grows into a baby bird. يعني ايه baby bird؟ عصفورة بيبي. يلا نشوف نمبر 3. يلا read. التي اتش اي اسمها ايه؟ زا زا زا. التي اتش اي اسمها ايه؟ زا. بيبي بيرد بيرد. يبقى زا بيبي بيرد. ماله بقى البيبي بيرد؟ grows. صح؟ يعني ايه grows؟ يعني يكبر. البيبي بيرد grows، بتكبر، بتتحول الى ايه بقى؟ into. اقراها صح. into an adult bird. يتحول الى ايه؟ يعني زي الانسان كبير يتحول لطائر كبير. adult bird. انت baby bird و adult bird. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحيوانات دي، الانيمالز دي. ده مين ده؟ سمكة. الفش. طب الفش عندها legs؟ طيب تعالوا نشوف الكلام ده بالانجليش كده. يلا read. a fish has in الان صوتها ايه؟ legs. يعني ايه؟ يعني الفيش عندها no legs. يعني ايه no legs؟ ولا اي رجلين. ده تعال شوف اللي بعديه. ده ايه؟ عصفور. اسمه ايه؟ bird. يلا read. بيرد يا حبيبي اقرا صح. فين بيرد؟ فين؟ ايوه بيرد. has two legs. يعني ايه a bird has two legs؟ يعني ايه؟ يعني البيرد عنده كام ليج؟ اثنين. تو ليجز. طيب تعال نشوف الحيوان اللي بعديه. تعال نشوف اللي بعديه. ده ايه ده؟ جمل. اسمه كامل بالانجلش. كامل. يلا ريد. كامل. has four legs. يعني ايه؟ يعني الجمل عنده اربع ارجل. تعال شوف بقى مين دي. اذا عندك مين دي؟ طيب
دبانة. دبانة اللي مش دبانة دي النحلة. النحلة اسمها ايه يا سين؟ بي. يلا ريد يلا. بي ه ا ز هاز. الاس هنا بتتنطق زت عشان قبليها حرف متحرك فاول، يبقى ابي هاز 6 legs. legs يبقى عندها كام legs؟ 6. طب انت عارف السنيك؟ مين السنيك؟ العصفور. لا السنيك سنيك ثعبان. ثعبان عنده كام رجل؟ عنده كام رجل؟ ولا عندي عشرة. طب نقولها ازاي؟ ما عندوش ولا رجل، نقول ايه؟ a snake have ولا has؟ كلهم اخدوا ايه هنا عشان دي حاجه واحده؟ has. عشان السنيك والبي والبيرد ات، وات بتحب الاس، تاخد have ولا has؟ has. يبقى a snake has no leg، ما عندهمش ولا ايه؟ ولا رجل. يلا ريد نمبر 1 يا سيمس. ايج. فين ان ايج؟ بيضة. اوكي شوف نمبر 2. لا مش دي. بيرد. مين هو البيرد؟ الطائر. برافو عليك. يلا ريد نمبر 3. علي صوتك. بيبي. فين البيبي؟ تمام. نمبر 4. ان ادلت. مين الراجل الكبير؟ طيب يلا نقرا A و B ونشوف up ورا down. يلا. A fish has no legs. طب read number B. Bravo Sims. A bird have. فين have؟ لا سنة. has two legs. A ولا B البيكتشر دي؟ B. اوكي يلا شوف اللي بعديها. يلا اقرا اللي بعديها. read. A B has 6 legs. Legs. Number B. Snake. مين سنيك؟ الثعبان. سنيك الثعبان. ماله الثعبان؟ الثعبان اسمه. استهجى. انا ما قدرتش احفظها. يلا. has يعني عنده. No legs. طب ايه البيكتشر دي؟ a bee or a snake؟ بي. يبقى a ولا b؟ a. طيب شوف بقى البيبي ده او الولد ده. لا ما هو الايه هنا مش هنقولها ايه. يبقى بيرسون. اللي هو مين البيرسون؟ كبير. لا الشخص. الشخص نفسه. ماله الشخص بقى؟ starts as a baby. البيرسون starts يعني starts يبدأ كبيبي. طيب تعال نشوف الصورة التانية. ماشي. نمبر بي الجملة التانية. The baby green. دي green؟ لا سنة. grows. يبقى grows. into ايه؟ child. يبقى ايه ولا بي الصورة دي؟ بي. البيبي بيبدا ان هو ايه؟ child. طيب يلا نسبل كامل. ايه الناقص في كامل هنا؟ ال. كا ايه؟ ايه. طيب اج. اي. ما هي مكتوبة.
جي صح؟ جي تاني. طيب سنيك سنيك ايه بيبي او بي اي يبقى ايه برضو. طيب تشايلد ايلد اي ادولت باليو ادولت. طيب فيش اف ايوه اف اي اس اتش فيش. طب انت ايه. طب يلا عايزين هنا نعمل ري ارينج للتشايلد. ايه الحرف الاولاني في تشايلد؟ الثاني سي جنبيها مين؟ اتش تشاي اي ل ايد دي. طب وانت ايه ايه ان تي. طيب فيش اف اي مين بتنطق اس اتش. طب سبيل كامل سبيل كامل سي كا ام كا ايه ايه ام م ام ال اي ال اي ال كامل. والاخر حاجه اسنيك 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 هاف دي هاف لا استنى شاف هاز سنيك تو بيبي ولا تو ولا نو ولا كامل تو بيبي دي مش بيبي دي ايه انا نكتب ايه النقط الناقصه اللي سنيك هاز بيبي ولا تو ولا نو ولا كامل تو ولا تو فكر نو نو ليجز يعني ما عندوش ولا ايه رجل. طب يلا ريد نمبر 2 ب ب ر س ن بيرسون س ت ت ا ستارت يعني ايه ستارت يعني يبدأ يبدأ دي از 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 ايه ده بقى بيبي بيبي اوكي يلا ماشي ا ك كامل كامل مين هو الكامل يعني مين ده الجمل ماشي اقرا يلا ه ز ه فو ف او ر فور ليجز ليجز. طب يلا اخر حاجه ماشي ب ا بيرد بيرد ل ه ه ا هاز هاز سبيس ليجز اه اي واحده دي خلاص خدنا دي كامل بناخد تو عنده كام ليجز تو ليجز. نقول لهم لو عجبكم الفيديو كده خلصنا يونت 2 ان شاء الله استنونا في يونت 3 في كونكت سنه تانية. باي باي.